ده كريدت كبير او 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 افضليه كبيره تتحسب للاعيبه نادي الزمالك ان هم فعلا رجاله، كلهم رجاله بلا استثناء كلهم. طب عايزك تقول لي النهارده احساسك في لحظه واحده بس بعد ما جبتوا الجون الثاني واحمد جعفر راح بالكوره في اخر ثانيه في الوقت بدل الضائع وكان في احتمالات جون ثالث وجت في العارضه، حسيت بايه؟ اقول لك بصراحه سيس انا عارف يعني، حتى انا اخر ربع ساعه اخر 10 دقائق طلعت فتح الله يلعب راس حربه جنب جعفر وجنب يوسف. لما جبنا الجون الثاني طلبت منه ان هو يقف، لان انا عارف ان التعادل زيه زي المكسب، كده كده لازم نكسب الشرطه، كده كده ملهاش حسبه ثانيه يا سيف. صح، ملهاش حسبه ثانيه يعني. انا كان نفسي طبعا ان احنا جعفر يجيب الجون الثالث، لكن ما كنتش يعني زعلان عليها قوي، لان انا عارف ان احنا كده كده لازم اول حاجه نقفل الملف المحلي ونركز في افريقيا بشكل جيد جدا، وغير كده ان انا عارف ان احنا كده كده لازم نكسب مباراه الشرطه. فالفرصه الاخيره كنت اتمنى ان هي تيجي طبعا، لكن كنت يعني انا زعلان بس من 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 انا شايف انتوا بتعرضوا قدامي الاهداف اخطاء كلها ساذجه يعني، اخطاء طبعاً كلها بسيطه طبعاً جدا. انا قلت والله النهارده يعني من افضل مباريات الزمالك اللي لعبها والنتيجه ما تعبرش عن الاداء، مش انت معايا والله بس ده يعني احنا قلنا كده. سيف احنا الاخطاء اللي احنا بنشوفها في الملعب دي لازم الناس تفهم ان احنا كل يوم بنشتغل عليها، بنشتغل على تصليح الاخطاء وتصليح السلبيات، لكن للاسف يعني ممكن شويه بعض الضغط على اللعيبه بيخليهم يقعوا في بعض الاخطاء. عايز اقول لك حاجه، ان ولد مثلا زي ياسر ابراهيم النهارده ده لسه ما تمش 20 سنه. يعني السرد باك النهارده يعتبر الاساسي بتاع نادي الزمالك لسه ما تمش 20 سنه. النهارده انا كان معايا ولد في المعسكر عنده 15 سنه يا زيد. كان عندي ولد عنده 15 سنه شيء يحسب لك طبعا، وباكد يا كابتن ايمن ان الولد ده لو اراد هيبقى احسن لعيب في مصر. خليل لعيب يعني موهبه غير طبيعيه. النهارده شفنا يوسف اوباما بينزل بيعمل ايه الماتشات اللي فاتت، بينزل في كل المباريات يعني مش المباراه دي بس. انا عايز اقول لك ان انا وانا عندي 10 سنين و11 سنه كنت بروح اتفرج على ايمن عبد العزيز وهو بيلعب في ماتشات الزمالك والاهلي والجيل بتاع سيد عبد الحفيظ. كابتن ايمن لسه صغير يا ميدو، انت هتكبر الراجل لسه صغير. دي حقيقه، عمري في حياتي ما فوتت ماتش زمالك واهلي ولا زمالك الناشئين، وكنا عارفين احساس ولاد النادي بالزبط. كنا نعرف ولاد النادي بالاسم، وانا عندي 10 سنين كنت اعرف ان في طارق السعيد وطارق السيد وايمن عبد العزيز ورمضان رجب وعادل تايسون لو يفتكر ايمن عمرنا ابدا كنا نعرف لعيبه الزمالك بالاسم، وعمرنا في حياتنا ما اتمرنا بره نادي الزمالك. عمرنا في حياتنا النهارده اللي بنشوفه بيحصل في نادي الزمالك حاجه عمرنا ما مرينا بيها قبل كده، لكن نادي الزمالك راجع تاني مره تانيه باذن الله باراده اولاده، لان احنا كلنا عندنا اصرار ان نادي الزمالك ان شاء الله يرجع مره تانيه للمكانه اللي استحقها جمهور نادي الزمالك. خليك معايا يا كابتن ايمن، عايزك بقى ما تروحش في حته. لا طبعا انا سعيد، طبعا انا بكلم الكابتن حسام وانا زي ما قلت ان هو اخ واحنا اتربينا في نادي الزمالك، والاحساس اللي كابتن حسام بيقوله بان احنا بجد ما كناش بنفوت ماتشات لبعض خالص. احنا يعني حتى هو لو يفتكر احنا حتى ماتشات الباسكت والطايره كنا بنروحها، يعني ماتشات الباسكت وماتشات الطايره انا كنت اعرف لعيبه الباسكت كلهم، من كابتن شريف الصناديلي والكابتن هشام ابو سريع وكابتن عبدون وميدو كان بيحضر، كلنا كنا بنحضر. فكان في روح في نادي الزمالك ما يحسهاش اللي اتربى في نادي الزمالك. زي ما قلت لك قبل واحنا في الحلقه، الاحساس بتاع محمد ابراهيم اكتر حاجه بسطاني، اللي هو بكائه ان هو واصل لدرجه، وخلي بالك الاحساس ده واصل من احمد حسام. ميدو محمد ابراهيم على الهوا المره اللي فاتت قال لي انا عشان خاطر كان في لقاء مع مهيب، قال لي انا ميدو اتكلم معايا علشان حديث ميدو معايا الماتش الجاي انا هنزل اكل النجيله اكلها ببقي. بالظبط الاحساس ده اللي بيوصله بس بجد والله العظيم ولاد النادي بس اللي انا قلته احساس. يعني محمد متربي في النادي زينا، زيه زي مدربه طبعا الكابتن احمد حسام، زيه زي ايمن، زي كل واحد بيحب نادي الزمالك اتربى، زي يوسف اوباما لما بينزل احساسه في الملعب غير لما بتلاقي حد تاني لسه عايز تزرع جواه الاحساس ان هو يحب نادي الزمالك، وانت ما تعرفش اساسا وجهته هو جاي ايه، يعني جاي عشان يلعب نادي الزمالك اسما عشان نادي الزمالك كبير، ولا هو اساسا بيحب نادي الزمالك وحابب ان هو يلعب في الكيان ده فهيديله من قلبه. صح، فالاحساس بتاع محمد بجد والله العظيم انا ما فيش حاجه بسطاني في المباراه النهارده قد احساس محمد ابراهيم وهو بيعرف. رايك يا ميدو؟ انا رايي إن, ان 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 انا باكد، انا دايما بقول يا سيف ان انا يعني طبعا احنا طبعا بنحترم كل اللعيبه بتاعت نادي الزمالك وكل اللعيبه اللي منضمه وكلهم لعيبه رجاله، لكن انا دايما انا عنصري لاولاد النادي، عنصري لاولاد النادي، ودايما هدي الافضليه
لاولاد النادي عن اي حد، خاصه في اللعيبه اللي تيجي او اللعيبه اللي نادي الزمالك عايز يتعاقد معاها. بيتعرض عليا اسماء كتيره جدا، بيتعرض عليا كل يوم خمس ست اسامي لعيبه، وبقول لا، لو الفرصه ان انا اطلع ولد صغير من النادي احسن لي اطلع ولد صغير من النادي احسن لما اجيب اي لعيب من بره. فلو عايز اجيب لعيب من بره لازم اجيب لعيب سوبر، لعيب نادي الزمالك فعلا استفيد بيه بشكل جيد جدا. انما دايما الاولويه والافضليه لاولاد نادي الزمالك، واللي انا من خلال البرنامج بشكر الكابتن محمود سعد وكل المدربين الناشئين ان هم بيشتغلوا في رغم الظروف الصعبه، ورغم الظروف الصعبه اللي هم اشتغلوا فيها ان هم عندهم اصرار كبير جدا ان هم يوفروا لنا لعيبه تصلح للعب الفريق الاول في نادي الزمالك. اخر حاجه بيني وبينك، قلت لفتح الله ايه النهارده بعد ما خلص الماتش؟ لا فتح الله من اهم اللعيبه اللي عندنا في نادي الزمالك السنه دي، ايا كانت ايه الاخطاء، لكن فتح الله لعيب راجل جدا. وفتح الله عايز اقول لك ان الماتش اللي فات ماتش التليفونات فتح الله بيلعب بشد 2 سم في عضله السمانه وبيلعب بيها، وقال لي لو رجلها هتتقطع هلعب. ويمكن حتى قلت له يا فتح الله ما ينفعش ان انت تلعب بالاصابه دي، وقال لي هلعب ايا كانت ايه اللي عندي هلعب. لعيب برضه محترم، فتح الله من اللعيبه اللي جه نادي الزمالك وتشرب بروح نادي الزمالك. طبعا لعيب محترم. طبعا هتعمل ايه في الماتش الجاي ميدو؟ يعني بتفكر في ايه؟ وفي ازمات في الكونغو زي ما انت شفته، وملفات راحه وملفات جايه، شايل ده من دماغك؟ لا، طول ما معانا الكابتن احمد عبد الحليم الوحش الكبير ما بنخافش من حاجه. يبقى قاعد جنبك. وحش قاعد جنبك، كابتن احمد عبد الحليم وكابتن ابراهيم محمد وحوش. يعني سلم عليهم، وبتمنى لك والله دايما التوفيق. شكرا كابتن ايمن. ويا رب يا رب ان شاء الله باذن الله كده من انجاز لانجاز. بشكرك شكرا جزيلا الزميل يعني احمد حسام ميدو المدير الفني لنادي الزمالك. شعور اعتقد طيب. يعني انا بحبه على المستوى الشخصي جدا، واول ما جه نادي الزمالك من اكتر الناس المبسوطه. انا قلت ان انا كنت زمان بقول